فوالا الحباب غنوجدو لي بات تاعنا. بسم الله شوفوا ديما نقولكم وشوفوا لا كوكو تاعنا. هادو هما لي بات اكسبريس شوفوا. ودوكا واش نزيد لهم شويه هكذا تاع الزعتران من الفوق. شهية طيبة. ألوغ تبعوا هاد الوصفة وما تندموش. بيزو. واش لولو؟ واش هادو لي بات انتي دمونديتيهم؟ يشهو كراف. وجاو حارين عندي ما نقولكم. هذاك الحار تاعو. والحب كيفاش يتفتت. بصحتك. هيا شهية طيبة. نشوفو كيفاش طابو حبة بحبة. طب هيا بيزو. فوالا الحباب ناخد حبة تاع البصل شوية صغيرة وندير معاها واحد الخمس فصيصات تاع الثوم نربيهم كيف كيف. فوالا الحباب ناخد الميكسر تاعنا نحط بصيلة تكون موين ونحط معاها خمس فصيصات تاع الثوم ونربيهم كيف كيف. فوالا الحباب هكذا البصل تاعنا ربيتو كومبلي. ناخد طنيجرة. فوالا انا خديت لوطو كويسور. تحبوا تاخذوا اون كوكوت ديروا زيت زيتون. فوالا كميه معقوله كيما قلت لكم. زيت زيتون جامي لا تخافوا باسكو بيان صحي خصوصا مع لي بات مع كل حاجه. فوالا نقلوا بيان اللحم تاعنا. انا خديت اليوم بكري. شوفوا الحباب هاد لا ريسيت تقدروا ديروها بلا لحم تقدروا ديروها بالدجاج وتقدروا ديروها بلا لحم بلا دجاج. الوغ تبعوا الوصفه كيما راح تكون. نحيو اليمينيو غير اللحم ولا الدجاج وتخرج لكم روعه. فوالا الحباب ناخذ كميه تاع الفلفل الحار. تاخذوا الله تقطعوه هكذا وترموه فوق اللحم تاعكم. فوالا نقلوه مليح مع اللحم. فوالا الحباب كي تقلى اللحم تاعنا مع الفلفل الحار اللي درتو نزيد ندير البصل مع الثوم اللي رابيتهم. ومن بعد ناخد دو طوماط يكونوا ملاح موين تنقوهم وترابيهم بيان وتزيدو لهم مغرف تاع الماكله تاع لي طوماط تاع لي بواط. فوالا بور لي زيبيس انا خديت الملح فلفل اسود خدات فلفل دريس وديرت شويه تاع لي زارب دو بروفونس هادو الاعشاب هذا اسمهم كيفاش يقولوا لهم. لا 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 بور لي زيبيس انا خديت الملح فلفل اسود درت هادوما لي زارب دو بروفونس ودرت معاهم هما الاعشاب المشكله هكذا. درت فلفل دريس ولا تقدروا ديروا فلفل حلو ودرت شويه تاع السكر ودرت كوب ماجي يجي بزاف بنين ودرت بيان سور فاي دو لوري الرند. فوالا الحباب نخلطوا كل شيء مع بعض. فوالا الحباب ابخي ناخذ زعتر وندير هكذا من الفوق نديرها يحاول اروع. فوالا الحباب ابخي نعمر الماء واحد هكذاك ديروا واحد نص ميم با نص لتر هكذاك واحد 400 ملل وتحطوه هنا تحركوا بيا وتغلقوا عليهم مده واحد 10 حتى 15 دقيقه. فوالا سورتو الا درتوها بلا لحم تشد لكم ولا البولي ديروها واحد 5 حتى 10 دقائق في لوطو كويسور في الطنجره 10 حتى 15 20 دقيقه. بيزو. فوالا الحباب لاصوص تاعنا هكذا صارت جاهزه. خديت لي بات خديتهم صغار انتو خدوهم كيما تحبوا. فوالا نحطوا لي بات تاعنا خلطوهم بيان ابخي تغلقوا عليهم وتخلوهم يطيبوا ابتي فو. نقصوا شويه الفرن تاعكم شوفوا نرجع لكم بعدين. وبيان سور سا ديبون لي بات تاعكم. لي بات كاين بزاف لي
يلا يقول لك المدة تاع الطبخ تاعهم. انا هادو ما 6 حتى 7 دقائق. فوالا هذه هي وهذا هو. بيزو. فوالا الحباب شوفوا لي با تاعنا. فوالا شوفوا كيفاش طابوا. فوالا نخليهم هكذا شويه تاع لاصوص ونطفي عليهم باسكو كتعرفوا لي بات توجور توجور كي طفوا عليهم يزيدوا يمتصوا لاصوص. بيزو. هاو واش خو لي بات والله على الدق. يلا فيريتي شوفوا لولو من اللور ممنوعه سيات. هاي البلات تاعها واش درتي هنا؟ سويت بوتيتو ماش صومو بروكلي. هادي وقتاش ديريها؟ هادي يحبوها صحاب الدايت. ها بصحتك ما شاء الله. لا فيريتي خو حارين هايلين الحر حرام. بصحتك كاين.